بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهلا بكم في الجروب وأول بوست لينا أو أول زيتون لينا. حنا أنا قعدت أفكر كتير جدا إيه أول بوست ممكن أحطه. مواضيع كتير جدا والبطنة كبيرة جدا، ولكن حاولت في البوست ده أو أنا يعني استقريت في البوست ده إن أنا أحط أهم أو أشهر الأخطاء اللي بيمارسها نواب البطنة أو الشباب الصغير أو التكليف أو الامتياز، وللأسف أخدها منها كتير من الصيادلة، وللأسف كمان بدأت المعتقدات الخاطئة دي تكبر مع الناس، لإيفن إن إحنا ساعات بنشوف بعض الأخصائيين وبعض الكونسلتنت بيغلطوا نفس الأغلاط دي من غير أي أساس يعني. أول غلطة، وهي بصراحة بتستفزني جدا جدا جدا، إن أنا تيجي واحدة ست، غالبا بيكون سيدات أكتر من رجالة، بنلاقيهم بنات صغيرين بالذات من أول سن يعني 15 سنة لحد سن 20 30 40 سنة، بتبدأ تشيك انها تعبانه شويه، هبطانه، بتدوخ، اي كلام في الهجايز، فتبدا حضرتك تقيس لها الضغط. انا مش عارف هي عندها ايه، فتبدا حضرتك تقيس لها الضغط، تلاقي الضغط 100 على 60، تقول لها والله ده انت ضغطك واطي قوي. او لاقي لي ظرف من الظروف، راحت لحد من الصيادله فقالت له والله انا حاسس انها مصدعه، قيس لي الضغط، لا ضغطها مثلا 90 60 او 100 على 10 70، قال انت ضغطك واطي. الحين لو فتحت الفهرس بتاع البطنه في اكبر تكست بوك البطنه، في مرض معروف جدا اسمه الهايبرتنشن، انما ما عندناش مرض في كلية الطب اسمه هايبوتنشن. فدي اول حاجة احنا عايزين ناخد بالنا منها، ان الهايبوتنشن هو نفسه ما فيش مرض اسمه هايبوتنشن، مفيش حاجة اسمها باخد علاج للضغط الواطي، مفيش حاجة اسمها اصل انت ضغطك واطي فهديك علاج ليه، مفيش حاجة اسمها كده. هايبوتنشن از ا سيمتوم او از ا ساين لو شلنا الدقة لمرض تاني. هايبوتنشن هو عرض لمرض تاني زي الفيفر زي الجوندس، مفيش مرض اسمه فيفر، مفيش مرض اسمه جوندس، هو عرض لحاجه تانية. فمن الحاجات المهمه قوي ان انا لازم اخد بالي من النقطه ديت كويس قوي، ان انا ادور على سبب الهايبوتنشن اذا كان موجود. بس قبل ما ادور على سبب الهايبوتنشن لازم اصلا اكون عارف هو النورمال بلاد بريشر كام. نورمال بلاد بريشر السيستول من اول ال 90 والدايستول من اول ال 60، يعني 90 60 ده يعتبر لو حد ما هوش هايبرتنسيف ده يعتبر نورمال بالنسبه له. وفي نقطه مهمه عايزين ناخد بالنا، عايز افرق هل عنده هايبوتنسيف بس ولا اللي عنده شوكي. لو احنا رجعنا للاي بي سي فيسيولوجي هنلاقي ان اول حاجه بتتغير في الكارديو فاسكولار سيستم للريسبونس للهايبوفوليميا او للهايبوتنشن او للشوك هي البلس. فلما الاقي حد ضغطه في اقل الطبيعي والهارت ريت بتاعه طبيعي تماما مفيش مشكله، والبلس فوليوم بتاعه كويس قوي مفيش فيه مشكله، ولا يعنيني الرقم ده حتى لو كان 80 50 مثلا، او حتى لو كان 90 60 90 40، لا يعنيني الرقم ده. مش مطلوب ان انا اقعد ادي للعيان ده علاج، او مش مطلوب ان انا ادي للعيان ده تريتمنت، مهم جدا ان انا احاول اشوف سبب الموضوع ده ايه. طبعا الهايبوتنشن له اسباب كتيره، اشهرها طبعا ان أو اشهر الاسباب المكتوبه في الكتب او الاسباب النظريه ان يكون في ادرينال فيلير او الاديسون، ان يكون في اوتونوميك نيوروباثي، سباينال كورد ديزيز، عيان بياخد الفا بلوكر او ادويه ضغط الجرعات كبيره شويه، عيان عنده سان ستروك او هيت ستروك، اسباب تانية كتير، مشاكل سنترال، مشاكل في الاوتونوميك نيوروباثي، حاجات كتير قوي. بس الحقيقه يمكن الحاجات دي لما الواحد بيشوف في شغله او لما كان امتياز او كان نائب صغير، يمكن الحاجات دي لا تمثل 1% من الحالات اللي بتبقى جايه عشان ضغطها واطي. اشهر سبب للهايبوتنشن اللي بيحصل او اللو بلاد بريشر اللي احنا بنشوفه عند الناس هو الباد لايف ستايل. لما تيجي تبص في الكتب كده هتلاقي ان اشهر حاجه بتخلي الضغط دايما يبقى واطي ان العيان ده ما بينامش كويس، سهر او الاكزوستشن، او العيان ده ما بيشربش ميه كويس. انت عارف يا دكتور المفروض احتياجاتك اليوميه من الميه قد ايه؟ اللي المفروض تطلبها انت اصلا شخصيا المفروض تشربها والمفروض اصلا تطلبها من المريض؟ تقريبا رفلي كده شوف وزنك واقسمه على 8، ده يطلع عدد الكوبايات اللي المفروض تشربها في اليوم. يعني لو حضرتك مثلا وزنك 80 كيلو يبقى المفروض على الاقل تشرب 10 كوبايات ميه في اليوم. غالبيه الناس ما بتاخدش احتياجاتها الكافيه من الميه، في ناس ممكن بالذات البنات الصغيرين بتوع ثانوي بقى واعدادي والجو ده ما بيشربوش ميه اصلا، ممكن طول اليوم ما تشربش ميه وقضيها بيبسي وعصاير وحاجات زي كده. فدي من اهم الحاجات اللي بتخلي الضغط يقطع عندنا. فاول حاجه بس طالما العين قدامي كويس ما فيش عندي حاجه بتسبكت ان هو اديسون، ما عندوش دايابيتس، ما عندوش سباينال كورد ديزيز، ما فيش حاجه تشككني ان الامراض المجعلصه اللي تولد في هايبوتنشن، والعين الهارت ريت بتاعه كويس وما فيش فيه اي مشكله، فخلاص ما فيش لازمه ان انت اصلا تقول العيان. انا شخصيا ما بقولش العيان، بقول العيان انت ضغطك كويس ما فيش فيه مشكله. عرفنا الكوزز بتاعت الهايبوتنشن، غالبا لو ركزت هتلاقي اشهر حاجتين في البنات او في السيدات دول بيسهروا او ما بيناموش كويس، وان هم ما بيشربوش ميه كويس، ودي من اشهر الحاجات اللي موجوده عندنا. مهم جدا تسال في الهيستوري الاكزامينشن زي ما اتفقنا ايه السيمتوم اللي فعلا تخليك تدور ورا الضغط ده
لا يا ترى ده لسه بدايات اديسون انا مش واخد بالي، يا ترى ده لسه بدايات بوستر هايبوتنشن او في مشكله مش واخد بالي. اشهر سيمتوم فعلا هي السيمتومز ان العيان ده يقولك يجي لك ان عنده بلاك اوتس، العيان ده يجي يقوم يقف يحس ان الدنيا تسود في وشه، يحس ان احساس البريسنج كوب هيبدا يغمى عليه هيقع، انما شويه صداع بيجي له في الفرونتال اريا، شويه سنس اوف فاتيك، شويه سنس اوف اكزوستشن، ده لا يعنيني وليس له علاقه برقم الضغط اصلا. مهم جدا لو بدا العيان ده يجي لك ويشتكي لك بالفعل ان بدا يجي له بلاك اوتس او بدا يجي له بوستشرال ديزنس، لما يجي يقوم يقف يحس ان هو دايخ وعايز يقع، عنده مهم قوي ان انت تقيس له بلاد بريشر اريكتوسوباين، عشان لو في فعلا بوستشرال هايبوتنشن دي من الحاجات اللي فعلا تخليك تدور ورا العيان ده وتشوف، وتبدا ان انت تركز على البلس وتشوف يا ترى في اريزميا ولا لا، العيان ده عنده مشكله او هارت فيلير او كارديك بروبلم او اوستراكتيف كارديوميوباثي او مشاكل في الهارت عندك ولا لا، عنده في عنده مشكله في السباينال كورد ولا لا، هل انت محتاج ان انت تبعته لحد من المتخصصين في الاندوكراين ويشوف هل عنده اديسون ويعمل له حاجه اسمها شورت سيناكتين تيست ولا لا. دي كلها من الحاجات المهمه اللي انت لازم تاخد بالك منها مع المريض. لو مريض ضغطه 90 60 100 على 60 ومفيش اي مشكله ثانيه في الاكزامينيشن، وزي ما قلنا بنت وما عندهاش اي حاجه وكل حاجه كويسه والبالس والهارت ريت كويسه، لا داعي للموضوع ده. ولو الست جايه وجوزها جاي والناس كلها جايه والبلد كلها جايه في الاستقبال ومش هينفع تمشيهم ومش هينفع الموضوع يخلص بالري اشورنس وعايز تدي علاج، اكتر حاجه بتنرفزني ان الناس هوب تقوم جايه سفخه امبول الديكساميثازون مره كل 12 ساعه او كل عمال على بطال، والعيان بيستحلها وبيستحلها، وتلاقي كل شويه العيان جاي الاستقبال انا ضغطي واطي حاسس ان انا مصدع، ياخد المحلول وفيها امبول الديكساميثازون. الكلام ده خطا على اعلى مستوى. ليه بقى؟ اولا الاسترويد ملهاش لازمه لان العيان ده اصلا ما هوش عنده هايبوكورتيزوليزم ولا العيان ده شجن، فالاسترويد اصلا ملهاش لازمه. وثانيا يا دكتور، حتى لو انت شاكك ان العيان ده شجن لاي سبب من الاسباب او العيان ده عنده اديسون، فلو انا هدي تريتمنت ما اديش الديكساميثازون، ديكساميثازون مينلي جلوكوكورتيكويد او انتي انفلاماتوري، انما لو حضرتك مستعجل وعايز تخلي العيان ده ضغطه يترفع بسرعه بالفعل فانت محتاج الهايدروكورتيزون مش الديكساميثازون. عارف يا دكتور امبول الديكساميثازون في كام قرص هوستاكورتين او البريدنيزون 5 مللي؟ تقريبا الامبول بحوالي 11 او 12 قرص هوستاكورتين. تخيل رقم كبير جدا. ده في ناس بتستهبل وبتدي امبول الصبح وامبول بالليل 3 ايام وحاجات غريبه كده، ومع الايرا بتاعت الكوفيد عمالين بنشوف ابيوز فظيع للكورتيكوسترويدز. رجاء الاسترويد ليس له قيمه خالص الا لو انت شاكك ان العنده بالفعل شجد او العنده فعلا عنده اديسون ديزيز، ولو هدي الهيدروكورتيزون. عايز تعلق 500 سم سلاين لو العين ما عندوش هارت فيلير ولا مشكله، جاست فور سايكولوجيكال ري اشورنس، والناس كلها انت في الاستقبال وخايف لا تتضرب، اتس اوكي لا حرج في الموضوع. انما لو الموضوع في اوت بيشن كلينيك او الموضوع عنده الموضوع سيمبل ما فيش فيه اي مشكله، جاست ان انت تنصح بالنصائح الاتيه. انت العين ده مهم ان هو ياكل، مهم ان هو بلاش الحاجات الشوجر درينكس، ياكل حاجات فيها الياف كتير وفايبرز كتير، عنده ينام بدري، يحاول يزود الحركه بتاعته، يشرب ميه كتير جدا او سوائل كتير جدا، دي من الحاجات المهمه. اخر حاجه باي ذا واي، الانيميا ملهاش علاقه خالص بالضغط المنخفض، عشان من الكلاسيكيات المصريه في الطب ان هو يلاقي ضغطها 100 على 60 فيقوم جاي طلب لها سي بي سي يقول لها صح احنا شاكين ان احنا عندنا انيميا. الانيميا ما بتعملش هايبوتنشن. انا طبعا ما بتكلمش على الانيميا اوف بليدنج ان عندها نزف في حادثه، ما بتكلمش على ده، بتكلم على انديفيشنسي انيميا العاديه او ايا كانت الانيميا العاديه. ازاي يا دكتور؟ احنا حالات الانيميا بنلاقي ضغطها 100 على 50 100 على 40 صح، ده بيبقى في عندك هايبر دايناميك سيركيليشن او ووتر هامر بلس، ان مع الانيميا بيحصل شويه لاكتيك اسيدوزز وبيحصل اكيوميشن للويست برودكتس ونتيجه الهايبوكسي اللي بتحصل، فبيحصل عندك فازو دايليتيشن فالدايستول بيقل وتلاقي السيستول في النورمال او ايفن حتى في الهاي نورمال. فلو انت لقيت العيان ما هواش بيل اصلا وما انت شاكك ان في عنده اي مشكله، نو نيد ان انت تطلب من العيان ده اصلا سي بي سي، لان الانيميا تفتكر انها ما بتعملش هايبرتنشن. رجاء اكتر حاجتين فعلا الواحد بيشوفهم في شغله هو ان الناس ما بتنامش كويس او نومها مقلوب، وان الناس ما بتشربش ميه كويس او ما بتاخدش بالها من السوائل بتاعها. تاني غلطه الواحد بيشوفها بصراحه من الحاجات اللي الواحد اتربى عليها شخصيا، هي ان الشخص لما يجي يمشي لما يصحى من النوم الصبح وهو نازل من العربيه وهو نازل على السلم بيحس بالم او بدبابيس في كعب رجله او في ارضيه رجله من تحت، فعلى طول على طول ده ايه؟ املاح. اعمل يورين اناليسيز يا عم الحاج، يعمل عمك الحاج اليورين اناليسيز يلاقي فيه شويه كريستال يوريك كريستال بلس 1 او بلس 2، فيجي عم الحاج يقول له ايه انت عندك جوت، وتبدا تاخد اليوريك اليوروسولفين اليوروفين وشويه الكلام. طبعا الكلام ده كلام يعني انا اسف في الكلمه زرايبي على اعلى مستوى.
لو جيت فتحت اي تكست بوك او اي كتاب او شفت اي حته وجيت تشوف اسباب الهيل بين، هتلاقي اشهر سببين ثلاثه عندك ان يكون في بلانتر فاشيتس، وان يكون في اكيليس تندينيتس وكالكينيوس سبير. دول اشهر اسباب يمثلوا اكتر من 90% من الاسباب. ولو قعدت تدور 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 تلاقي في بيرسايتس فراكشر، مش عارف شويه سندرومات غريبه كده، تارسال سان سندروم، في ارثرايتس موجوده معاك، في مشاكل في الفلات فوت، كونجنتال انوماليز، شويه حاجات من اللي انت عارفها دي. في السبب ال 15 والسبب ال 20 ممكن تلاقي فيه جاوت موجود معاك. يبقى اذا الهيل بين نو نيد ان انت تدور على اليوريك اسيد، ونو نيد ان انت تدور على اليوريك اناليسيز. لان ياما حالات بتيجي العياده وما انا باخد علاج الاملاح، ليه يا عم الاملاح؟ اصل انا كعوب رجلي بتوجعني. يا عم مفيش حاجه اسمها كده، مفيش حاجه اسمها كده في الطب. امتى الجاوت فعلا افكر في الكلام ده؟ العيان عنده ريسك فاكتورز للجاوت، عنده كرونيك كيدني ديزيز مثلا، او بياخد فايزات بجرعه كبيره، عيان لوكيميا، عيان سورايسز، عيان بياخد ادويه بترفع اليوريك اسيد، والعيان ده عنده ارثرايتس وعنده رينال ستونز، ولقيت معاه هيل بين، افكر هو ده. انما واحد بيمشي حافي طول اليوم وبيز، او بيلبس جزمه ناشفه، او بتلبس باليرينا كعبها مش كويس، وبيجي لها شويه احساس دبابيس مع اول يوم وتمشي، ده ملوش علاقه خالص بالجاوت. وعايزين نشيل من دماغنا الفكره ديت. الموضوع ببساطه شديده، لو العيان تخين يخس، يجيب حاجه اسمها فرشه سيليكون او كعب سيليكون عند بتوع المستلزمات الطبيه، ويحطها في الشوز او في النعل بتاعه، ويمشي عليها لمده شهرين ثلاثه. لو الموضوع ما اتحسنش، حد من الزملاء بتوع العظم يعمل له اكس راي ويشوف فيه بقى مشكله، ده تندنايتس، ده اي حاجه من الحاجات دي. انما ابوس ايدك شيل الجوت من الحته دي. من اكتر الحاجات اللي بتستفزني بصراحه يعني، ان الام تلاقيها جايه وجايبه لك الواد عنده 9 سنين، 12 سنه، 13 سنه، 15 سنه، وانما دكتور شوف لنا الواد ده جسمه بيوجعه او عضلاته بتوجعه. ممكن تشاور لك على السمانه، ممكن تشاور لك على كتافه، ممكن تشاور لك على ماسلز، ما تشاورش على جوينت، او ممكن تشاور على الركب، تقول لك الركبتين دول بيوجعوا. على طول حضرتك هتقوم جاي طالب الاي اس او والاي اس ار. طبعا انا في حياتي يعني ما شفتش طفل، الا كل 100 طفل انا ما شفتش طفل تيجي تعمل له الاي اس او تلاقيه نيجاتيف. 99% من الاطفال جالهم دور تونسلايتس او دور فارنجايتس بستريبتوكوكس. ف 99% من الاطفال هتيجي تعمل لهم الاي اس او هتلاقيه عالي. ومع اي تونسلايتس او اي فارنجايتس او اي يونيت تراكت انفكشن او اي استرحس او اي حاجه، هتيجي تعمل يوريك، هتيجي تعمل اي اس ار، هتلاقي الاي اس ار عاليه. فعلى طول المعلم يوم جاي قال لها ايه؟ روماتيك فيفر، وخدي حقنه طويل المفعول. ده لا يمت بالاطلاق للروماتيك فيفر. تقريبا وانا بيجي لي في العياده 95% ل 99% من الحالات اللي لم تكن 100% من الحالات اللي بتيجي بتاخد لونج اكتنج ميديسنز، بقول لها وقفيها. ليه يا دكتور؟ كلنا للاسف كل الناس عارفه الكلام ده، وللاسف محدش بيعمله. كلنا عارفين من واحنا في سنه خمسه في البطنه وفي الاطفال وفي الامتياز ان في حاجه اسمها الموديفايد جونز كرايتيريا عشان تشخص الروماتيك فيفر. لازم 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 يكون في عندك ميجور كرايتيريا، ممكن ممكن لا، روز ماينور كرايتيريا. تعال نبص على الميجور كرايتيريا. الارثرايتس اللي هي من اكتر الحاجات اللي بتبقى موجوده عندك. ارثرايتس 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 يعني الجوين سخن احمر وارم، الواد مش قادر يدوس عليه، الواد بيزك على رجله، مفاصله حمراء، فليتنج عماله بتتنقل، الركبه ديت، الانكل ده، الكوع ده، الالبو ده، بتاخد الجوينتس الكبيره يا دكتور، ملهاش دعوه بالماسلز، ملهاش دعوه بالجوينتس الصغيره، ما هياش ارثرالجيا بس، لازم يكون واحده ميجور على الاقل. انما حضرتك عندك واد في مرحله البيبرتي والواد في الجروينج وعمال بيكبر، شيء طبيعي ان العظم بيكبر اسرع من الكارتل شويه فتلاقي ركبه بتطقطق، او الواد مثلا بيتشقى في الشارع مع اصحابه، او الواد تخين شويه وعنده شويه تندايس او شويه مايوسايتس فجاله شويه وجع، ده ملوش اصلا علاقه اصلا بالارثرايتس. الكارديتس طبعا بتبان كويس قوي، بيجي له بيروكارديتس او بيعمل ايكو بيلوت كويس قوي. سبكونتينوس نوديولز والاريثيما مارجينيتم يعني قليل قوي، انا ما شفتهمش شخصيا، والكوريا رير وبتحصل متاخر. يبقى اذا ما بتلاقيش اصلا اصلا ميجور كريتيريا، فبالتبعيه مش هتبص على الماينور كريتيريا. ولو افترضت ان انت شاكك ان دي ارثرايتس يا ترى هي موجوده ولا لا، هتبص تشوف عندك ماينور كريتيريا اتنين منهم ولا لا، ساعتها بعد ده كله هتشوف فيه ولا مفيش ايفيدنس اوف ستريبتوكوكال انفكشن اللي من ضمنها الاي اس او معاك. اللي بيحصل في مصر العكس، ان هم بيلزقوا اي ماسكولو سكيليتال بين مع الاي اس او العالي، يقوم جاي سافخ اللونج اكتنج بيسلم. This is extremely wrong. كلنا عارفين جونز كريتيريا للروماتيك فيفر، كلنا عارفين ايه هي. واكتر حاجه لو انت شاكك بصراحه يعني، واكتر حاجه هتخوف دايما، كان نربي الطلب على القصه ديت، يقول لك ان الروماتيك فيفر ليكس ذا جوينت اند بايتس ذا هارت. لو هتاذي هتاذي من الهارت،
يا اخي انت شاكك ان الوجع ده ما هوش روماتيك ارثرايتس، او انت شاكك سيبه شويه واستنى عليه. الهارت لو انت شاكك ان في بروبلم اعمل ايكو، بيلقطه كويس قوي. زميلك بتاع الكارديولوجي قال لك لا ده الايكو كويس ومفيش مشكله، خلاص يبقى دي ما هياش اصلا روماتيك فيفر، واللونج اكتنج بنسلين ملوش اي لازمه. النقطه الرابعه عندنا، او الغلطه الرابعه المشهوره عندنا، هي ان اي حد بيجيله شويه سخونيه ووجع في بطنه، هوب اعمل لي بعد اذن حضرتك الفيدال تيست، يطلع اي 3 4 فيهم بوزيتيف، قال له انت عندك تايفويد، يوم جاي سافخ الانتي بايوتكس مع العيان. 3 4 شهور ويعدي، يجي له نفس البين، اعمل نفس بتاع الفيدال تيست ده وابدا شوف، قال له ده انت عندك تايفويد. حاجه فيها بيوس قوي جدا جدا في الاوردن بتاع الفيدال تيست. والحين انت لو جيت بصيت على الفيدال تيست في مصر هتكتشف ان هو اوبسوليت ومش اي قيمه اصلا، ان كلنا في الميه وفي المجاري وفي الشعب وفي الاكل وفي الفول وفي الكبده وفي كل حته اصلا، في عندك كلنا احنا في مصر عندنا انديميك تايفويد وكلنا متعودين عليه. انا شخصيا ما شفتش حاله تايفويد في حياتي كلها غير واحده او اتنين التايفويد، وبقيه الحاجات ما هياش تايفويد اصلا. شويه جاستروانترايتس عاديه خالص، شويه بكتيريال ديزنت عاديه خالص، شويه اي اميبيك ديزنت اصلا. لما تيجي تفكر في تايفويد فكر عنده هاي جريد فيفر، عنده صداع قوي جدا، فتيج توكسيك، ممكن يجيله شويه تشيست سيمتومز، تلاقي عنده راش، تلاقي عنده وايت كوتد تانج، تلاقيه بيتقطع ابدومينال بين عنيف، هو ده اللي فعلا يشككك في التايفويد. والعيان ده عيان نظيف جاي من بره، ما بياكلش كتير بره وكل اكله من بره، انما عيان اكله كله اكل شوارع هيجيله تايفويد منين يا عم الحاج؟ الناس اصلا متعوده والتايفويد بيزغرط جوه بطنه معاها، ما عندهمش اصلا سالمونيلا متعايشه معاهم وهو اصحاب. ولو انا هطلب وانا محتاج اطلب حاجه العيان ده، ساعتها هطلب البلاد كلتشر. انا شخصيا ما بعملش كده، بس حضرتك لما تطلب بلاك كلتشر قدامه اسبوع 10 ايام، يعني اصلا انت لو كتبت له سيبروفلوكساسين او ثيرد جنريشن كيفولوسفورين خلاص خلصت الموضوع. فرجاء ان حدش يطلب الفيدال تيست لان ملوش اي قيمه، ولو انت لقيت الفيدال تيست عالي، ذيس از ان انتي بودي عندنا انديميك في مصر، كان عندك تايفويد ومناعتك اتغلبت عليه، لو انت شاكك ان التايفويد لازم تاخد بالك كويس قوي من الكلينيكال بيكتشر، ولو انت شاكك لو هتمشي بكلام الكتب بلاد كلتشر او ستول كلتشر. انما الفيدال ملوش قيمه خالص في مصر. انا شخصيا امبيريكال لو انا شاكك او انا متاكد انها بكتيريا انفكشن، بدي كينينونز او سيفترايكسون وساعتها بمشي العيان خلاص. النقطه الاخيره هي نقطه الابيوز للفيتامين بي كومبلكس. اي حد يجي له تنميل، اي حد هبطان، اي حد عنده شويه وجع في عظمه، اي حد ظهره بيوجعه، هوب يوم جاي مديله فيتامين بي كومبلكس. الحقيقه ان الواحد بيشوف حاجات غريبه جدا، في ناس بتاخد حقنه يوم بعد يوم، وفي ناس يقول لك حقنه كل 3 ايام، وفي ناس بص يا عم الحاج انت تخلص صلاه الجمعه، تخرج من صلاه الجمعه تعدي على الصيدليه وتاخد الاعصاب. اهم حاجه يروح التامين، اهم حاجه حقن الاعصاب، اهم حاجه في الروجيتا هي حقن الاعصاب. ده مش صح خالص نهائيا. عارفين مين الدكاتره لو رجعت بالذاكره كده، مين اكتر عيان في كليه الطب عنده ديفيشنسي في فيتامين بي كومبلكس سبيشال فيتامين بي 12، اللي هو اصلا يعني مين اكتر عيان اللي انا في حياتي يمكن ما شفتش الا حالتين ثلاثه برنيشيا سنيمي، مين اكتر عيان عنده ديفيشنسي بتاع برنيشيا سنيمي؟ طب تعال نشوف الجايد لاينز بتقول ايه كده لو عيان عنده برنيشيا سنيمي، ده اكتر عيان هتلاقي عنده ديفيشنسي في البي 12. تعال نبص كده، بص يا دكتور، يقول لك انت تجيب حقنه الديبوفيت اللي هي السانكوبالامين، هتدي له واحده كل يوم لمده اسبوع، ادي كده 7، وبعد كده واحده كل اسبوع لمده شهر، وبعد كده ممكن تدي له واحده كل 3 شهور مدى الحياه. طب لو انا هدي اورال القرص اللي هو الفيل الف، هتدي له قرص كل يوم سواء كان بقى اورال سواء كان سابلينجوال الكلام ده كله لمده شهر. وبعد كده المينتننس 500 مايكرو جرام في اليوم. بص يا دكتور، اللي بيحصل في مصر ده يعني مش عارف الاقي له مسمى بصراحه. الناس بتدي فيتامين بي كومبلكس عمال على بطال، وبتدي حقن عمال على بطال، ياما بالذات الناس الدايابيتك، ياما بنشوف ناس عندهم جلوتيل ابسس من كتر الحقن اللي هي عماله بتاخدها عماله على بطال. نو نيد فور ده كله. هتلاقي ما هو العيان بيتحسن يا دكتور، ما هو ده تاثير البلاسيبو، ما هو ده البلاسيبو افكت اللي موجود في 20% من الحالات. لما تيجي تدور على حاجه ما تقوليش اصل العيان بيتحسن عليها، الا لو انت يعني ده دايما انا اسف يعني ده بيبقى ايه نقص معلومات او قصر دي يظهر زي ما بيقول، تقول ما فيش حاجه اسمها كده العيان بيتحسن، ما فيش حاجه اسمها كده. يعني دي الدوز اللي انا بقول لك اقصى دوز ممكن تديها. فرجاء لو انت عايز تدي ادي اورال، ولو انت مش عايز تدي اورال او عين عايز يدي ممكن تدي واحده كل اسبوع كده 4 مرات، وبعد كده كل شهر 3 شهور ياخد واحده. انما الحقنه اليوم بعد يوم والكلام ده كله ملهاش اي قيمه.
ده انا زيد حضرتك من الشعر بيت ان حضرتك لو اديت العيان ده فيتامين بي كومبلكس في كان في البي 6 زياده. صحيح احنا متربيين ان الووتر سولبل فيتامينز ما بيحصلش منها توكسيسيتي، بس الاوفر دوز والفيري هاي دوزز اللي موجوده عندنا بنلاقي ان البريفرال نيوروباثي اصلا سببه الفيتامين بي 6 انتوكسيكيشن او الزياده بتاعته. خش دور كده هتلاقي ان من اسباب او من السيمبتومز بتاعت الاوفر دوز من الفيتامين بي 6 ان بيحصل بريفرال نيوروباثي وبيحصل التنميل ده. ياما حالات بتجيلي عندها تنميل في الاطراف ويبقى السبب ان هو يوقف او العلاج اسف ان هو يوقف طحان الاعصاب. فدي من الحاجات المهمه ان رجاء بلاش الابيوز بتاع الفيتامين بي كومبلكس انجكشن. الغلطه السادسه ان اي حد لاي سبب من الاسباب عمل تحليل بول هوب لقى فيه شويه يوريت كريستالز هوب انت عندك جوت. على طول افتح الدرج وطلع اليوروسلفين او اليوروفين او البوكسيمول او ايا كان فوق. هنكتبه ازاي يا عم الحاج؟ كيس على النص، لازم نص كوبايه ميه بعد الاكل. طب ناخده لمده قد ايه يا دكتور؟ يعني خده شويه كده، خده مثلا اسبوع 10 ايام ولا حاجه، مش حاجه اسمها كده. اول حاجه لازم نعرف هل عنده اصلا عنده جوت ولا عنده اسيمتوماتيك هايبرليسيميا ولا هو اصلا ما عندوش اي حاجه. الجوت اتيز كلينيكال سندروم، ان العيان بيجيله الاكيوت جوت ارثرايتس اللي احنا كلنا عارفينها اللي بتيجي عاده في الفيرست ميتاتارسوفالانجيال جوينت او في الانكل او في الميد فوت او في اي لارج جوينت، تيجي ارثرايتس اكيوت ارثرايتس عاده بيكون ميل اوبيز الكحوليك بياخد هاي بروتين دايت بياخد دراجز ترفع اليوريك اسيد زي الثيازايد مثلا هاي دوز ثيازايد، فعم بيجي باكيوت ارثرايتس من غير اي بريسيبيتيتنج ولا اي تروما ولا اي حاجه خالص. ده كلينيكال جوت. العيان الكرونيك جوت بيبقى عنده شويه ارثرايتس في البيج جوينتس، ممكن يبقى فيه شويه ديفورميتيز معاه رينال ستونز، ممكن نشوف جوتي تو فاي موجوده معاه. ده الجوت بغض النظر كان اليوريك اسيد عالي وده الاغلب، او ايفن حتى ممكن تلاقي اليوريك اسيد نورمال، وده كلينيكالي انا اشخصه ان هو جوت وساعتها هعالجه بمعالجه الجوت. في ناس كتيره جدا لاي سبب من الاسباب يعمل شويه يوريك اسيد في وسط التحاليل، عشان كعب رجله بيوجعه، عشان بيطمن وظائف كلى، انت مش عارف انت طالبه ليه اصلا، المعمل قال له تعالى ما اعمله لك ونطمن عليه، فعمل يوريك اسيد. اليوريك اسيد طبيعي في الفيميلز لحد 6 مللي جرام بر ديسيلتر وفي الميل لحد 7 مللي جرام بر ديسيلتر. لقى في 6 ونص مثلا، او في راجل 7.6 او 8 وكسور، يقول له قال له انت عندك نقرس، خد علاج النقرس. مبدئيا لازم نفرق ما بين الاسيمتوماتيك هايبرليسيميا والجاوت. جاوت اتيز كلينيكال، معاه الكلينيكال فيتشرز اللي انا قلت عليها من ارثرايتس من ستونز من جاوتي تو فاي. انما الاسيمتوماتيك هايبرليسيميا تحت ال 8 ونص العالم كله مجمع انها لا تعالج. يعني ما عندوش ارثرايتس، ما عندوش رينال ستونز، ما عندوش جاوتي تو فاي، هتعالجه ليه؟ سيبه. ده ريسك فاكتور في المستقبل. اصلحه بلايف ستايل ان هو يخس شويه، ان هو ياخد باله، اكسرسايز، الكلام ده كله، انما نو نيد تو تريتمنت. فيوريك اسيد من غير اي سيمتومز تحت ال 8 ونص العالم كله متفق ان مفيش علاج. طيب من 8 ونص ل 10 11 بتوع الكارديولوجي يقول لك اصل ده ريسك فاكتور، واحنا لقينا في بعض الدراسات ان لما بتدي تريتمنت لليوريك اسيد اللي كان 9 او اكتر من 8 ونص او 10 وتنزله البروجريشن للاثروسكلروزز بيقل، وفي بعض الدراسات بتقول كده. فلو انت عندك عيان هاي ريسك يعني ميل ودايابيتك وهايبرتنسيف وسموكر وديسليبيديميك وعنده انجينا واليوريك اسيد بتاعه معدي 8.5، عالجه انا معاك، ما حدش هيقول لك لا. زي ما انت بتوع الروماتولوجي والامنولوجي والناس دول يقول لك العيان ما تحلكش اليوريك اسيد اصلا لحد 10 او 11، طالما العيان مش جاوت ما عندوش هايبر كريستالوريا واليوريك اسيد عنده مش اكتر سوري مش اقل يعني اليوريك اسيد عنده اقل من 1100 مللي جرام في ال 24 ساعه بول، العيان ما عندوش فاميلي هيستوري سترونج فاميلي هيستوري اوف جاوت، ما عندوش جاوت، ما تعالجوش لحد 10 او 11 كمان. انا بقول على الاقل يا اخي اضعف الايمان 8 ونص، لحد 8 ونص سيبه ما تعالجوش، خليه يعمل شويه لايف ستايل موديفيكيشن ويخس شويه، تلاقي كل القصه اتصلحت معاك. لو العيان ما عندوش اي كارد فاسكولار ريسك فاكتورز، واحد مثلا شاب عنده 30 40 سنه، ما هواش سموكر، ما هواش دايابيتك، ما هواش هايبرتنسيف، واليوريك اسيد بتاعه 9 ولا اي حاجه، ما عندوش حاجه. يعني ده تابعه بس وخلاص، نو نيد فور تريتمنت. طيب لو انا هدي تريتمنت بقى هدي ايه؟ اليوروسلفين يا دكتور واليوريفين والفورات والحاجات ديت، ما سالتش نفسك الخواجه اللي عملها فوار ليه؟ ما سالتش نفسك الخواجه ما عملهاش اقراص ليه؟ ما عملهاش حقن ليه؟ ما عملهاش لبوس ليه؟ ليه عملها فوار؟ عشان يا دكتور اليوروسلفين والفورات ديت فايدتها انها بتعمل الكلانيزيشن لليورين، فبتزود اليوريت كريستالز وبتزود الاكسكريشن بتاعها عن طريق الكونديوليتد تبيولز وتنزل لتحت في الشارع.
لما حضرتك تكبلي رز في الحوض من غير ما تفتح الميه كويس، ايه اللي هيحصل في المواسير؟ هتتسد. لما حضرتك تدي يورو سولفين بكميه ميه قليله، ايه اللي هيحصل في المواسير؟ هتتسد، هيحصل رينال ستونز ويحصل اوبستراكتيف يوروباثي كمان، وده يورس الكونديشن بتاعت الكيدني اكتر. يبقى لو افترضت ان عندك جوت وعايز تعالجه بما يرضي الله وعايز تدي الكلايننج ايجنت او تدي الفورات ديت، لازم العيان يشرب الفوار ده مع على الاقل كوبايه او كوبايتين ميه. لازم عندك ياخد في اليوم اكتر من 3 لتر فلويدز، عشان اليوريت كريستالز اللي حضرتك بترسبها وبتنزلها ديت لازم يكون معاها ميه كتير، عشان جي اف ار يزيد ما يحصلش عندك اوبستراكتيف يوروباثي. في دي من الحاجات المهمه ده ان كنت اصلا هتكتب الفورات. ولو هتكتب الفوار والعند عنده برايمري جاوت اللي هو ايديوباثيك اللي هو الهيريديتري، ان الجسم بيطلع كتير او في مشكله في الكيدني ما بتنزلش، فساعتها الحاجات دي هيمشي عليها فور لايف، مش هيمشي عليها يومين ثلاثه ولا علبه علبتين. والكتب تقول لك ان انت ما تديش الفورات الا السكند ستيب، بالفيرست ستيب امنع التصنيع، لان المشكله غالبا بيكون في زياده في التصنيع. فممكن ندي الفوبوكسستات او الالبيورينول لو افترضنا ان عنده جاوت او اسيمتوماتيك هايبروسيميا معديه 8 ونص، مع حد عنده كارديو فاسكولار ديزيز او معديه 10 11 وما عندوش اي حاجه، فساعتها هدي العلاج ده. وزي ما قلت العلاج ده هيبقى فور لايف، ان غالبا المشكله ديت جينيتك. طبعا الكلام ده كله انا بقوله بعد استبعاد اسباب السكندري جاوت، لان ما عندوش لوكيميا، ما بياخدش كيمو ثيرابي، ما عندوش سورايسز، ما بياخدش هاي دوس ثايازايد، ما بياخدش، ما عندوش كرونيك كيدني ديزيز. مع استبعاد الاسباب السكندري واغلبيه الحاجات بتبقى برايمري، مش عارفين ايه السبب. لو العيان هتديله تريتمنت، ادي الاقراص اللي تقلل التصنيع. لو العيان بقى لقيت ان البول بتاعه ما بيجيبش يوريت كريستالز كتير، ساعتها هو ده اللي تدي مع الفلويدز الكتير، ممكن تدي الفورات او الحاجات دي. انما عيان كل ما تعمل تحليل بول تلاقي فيه ما شاء الله يوريت كريستالز بلس 4، ايه لازمه الفورات في الموضوع؟ مش اي لازمه، ده بالعكس ممكن تورس الموضوع. خليه يشرب ميه كويس وخلي العيان ده يمنع التصنيع بالاقراص، هتلاقي نفسك بقيت او عيان بقى كويس. اخر حاجه يعني بصراحه من الحاجات اللي برضه مقرفه قوي هي قصه اي حد، عارف انت لما الحد تلاقيه بص يعني بيحتار في التشخيص، يحاول دايما تلاقي في كل دكتور كده في سماعه، في شماعه يعلق عليها اي حاجه. فمن اشهر الشماعات اللي تلاقي الدكاتره اللي مش عارفه توصل لتشخيص للحاله هي شماعه الاتش بايلوري. الاتش بايلوري موجوده يعني 20% على مستوى العالم، وفي مصر انا بصراحه ما عنديش احصائيات دقيقه، بس اعتقد ممكن توصل 40 ل 50% من الحالات، وعايشين معاها ومتعايشين معاها واي حاجه خالص. اي عيان عنده اي استبحث، بص احنا نعمل تحليل الجرثومه في الدم، هتلاقي عندك جرثومه، يقعد يسفخ في العيان في انتي بايوتكس والعيان ما عندوش اي مشكله اصلا تستدعي ان انت اصلا من الاول تعمل سكرين. هو مين الناس اصلا انا محتاج ان انا اعمل لهم سكريننج الاتش بايلوري؟ اول حاجه الناس عندهم اكتف بيبتيك السر ديزيز، او كان عنده بيبتيك السر ديزيز بس ما عندوش دوكيومنتد كيور، يعني لسه ما اتاكدتش ان هو خف تماما، سواء كان بالمنظار او سواء كان بالكلينيكال بيكتشر. العيان عنده حاجه اسمها مالتي ليمفوما في الاستومك لو جريد، ده محتاج ان انت تعمل سكريننج الاتش واي لود. العيان عنده هيستوري ان هو عمل اندوسكوبيك ريسكشن لجاستريك كانسر، ده محتاج تعمل له تيست الاتش واي لود. عيان هيعوز يمشي على مسكنات لفتره وماشي عليها، فانت محتاج تعمل تيست الاتش واي لوري عشان تشوف هتعالجها ولا لا. عيان عنده انكسبليند ايرون ديفيشنسي انيميا، اعمل تيست الاتش واي لوري، ممكن يكون في عندك شويه ايروسيف جاسترايتس هي اللي عماله بتفر وده السبب بتاعه. الاي تي بي في فعلا دوكيومنتيشن فعلا انها ويل استابليش، في لينك كويس قوي بين الاتش واي لوري. كمان لو حد سنه تحت ال 60 سنه وعنده ديسبيبسيا بس ما عندوش الارم فيتشرز، ما عندوش مثلا بلينينج بريكتا، ما عندوش ماسيف ويت لوس، ما عندوش هيماتيمسيس، ما عندوش ملينا، وجاي لك بشويه انتفاخ، شويه تقريع زياده، شويه حاسس ان بطنه مش مريحة، ده ساعتها ممكن تعمل تيست الاتش واي لوري. اي حد جاله شويه جرد، شويه حموضه عشان هو تخين شويه وبيدخن وبياكل سبايسز، ده ملوش لازمه تعمل تيست الاتش واي لوري. حد عنده مش عارف شعره بيقع، اصل مش عارف قريت ان ما بخسش، عشان انا والله بقى بيجي لي بتوع العلاج الطبيعي بقى بيعملوا اتش واي لوري، يقول لك اصل الاتش واي لوري ما بتخس، اللي عنده اتش واي لوري عالج الجرثومه الاول، اي كلام في اللاجايز. فخلي بالك الاتش واي لوري ليها حاجات عشان تعملها تيست. ولو يا اخي هتعمل تيست الاتش واي لوري، لما تيجي تعمل من اسهل الحاجات وارخص الحاجات اللي تعملها، تعمل الاتش واي لوري انتيجين في الاستول. ما تعملش انتي بوديز عندك، لان الانتي بوديز دي مش معناها ان في انفكشن موجود دلوقتي، نص الشعب عنده اتش واي لوري، فنص الشعب هتلاقي عنده الانتي بوديز بتاعته عاليه. امتى تعتمد عليه؟ لو انت عندك كلينيكال بيكتشر من الحاجات اللي انا قلتها فعلا سجستيف، وما عملش العيان ده اي او ما خدش اي تريتمنت خالص قبل كده لاتش بايلوري، وعملت التتر لقيته عالي، ساعتها ممكن تقدر تعتمد عليه. انما عيان كان عنده باست هيستوري في اتش بايلوري، او ما عندوش اي سيمتومز دلوقتي تستدعي ان انت تدور على الاتش بايلوري، ولا عنده اي حاجه تستدعي
ملوش لازمه السيرولوجي بتاعه، مش هينزل، حد ما عنده 100 سنه مش هينزل، هيفضل عالي كده على طول. واليوريا بريث تيست موجود في المعامل الكبيره ممكن انت تعمله. بس تركه صغيره ان لما حضرتك تيجي تعمل الاتش بايلوري انتيجين فلستول لازم تتاكد العيان في اخر اسبوعين قبل التست ما بياخدش بروتون بامب انهبيتور، لان يعني دي من الحاجات اللي بتدي فولس نيجاتيف للتست، فدي من الحاجات المهمه اللي انت لازم تاخد بالك منها. اوكي، هعمل ايه طب يا دكتور؟ ما انا مش هسيب العيان قاعد اسبوعين، ممكن تقلبه على اتش 2 بلوكر اسبوعين قبل التست لو انت متاكد، او ممكن تعمل يوريا بريث تيست لو انت مستعجل على العيان. طبعا بالمنظار ممكن تاخد بايوبسي وتعمل لها كلتشر والهيستولوجي واليوريس تيست والبي سي ار، دي كلها حاجات ممكن ان انت تعملها عشان الاتش بايلوري. انا كده خلصت، يمكن دي اطول زتونه هتشوفوها، بس انا حاولت يعني وانا قاعد النهارده في الويك اند قلت كده نشوف ايه اشهر الميستيكس اللي بتقابل جي بي. طبعا الحاجات دي كلها انا كنت بغلط فيها وانا صغير، وانا كنت في الكليه وانا لسه في الامتياز كنت بغلط بيها، دي حاجات بتتوارثها الاجيال. بس لما الواحد كبر وبدا يذاكر في الماجستير وبدا يذاكر في الدكتوراه وبدا يشوف في الكتب وبره مصر، مفيش الكلام ده خالص. الكلام ده this is ما يسمى، انا رايي الشخصي يعني this is Egyptian medicine. الكلام ده ليس له علاقه خالص، ما هوش evidence based. محدش يقول لي هو احنا يعني لقينا الناس كلها كده. دايما يعني حد من الزملاء عجبني قوي قال لي دايما لو فتحت القران الكريم هتلاقي دايما كلمه اكثر مع الناس الوحشه، يعني دايما اكثر الناس لا يعلمون، ظالمون، جاهلون، دايما اكثر الناس هم الوحشين. دايما ربنا سبحانه وتعالى بيقول وقليل من عبادي ايه الشكور، يعني دايما ما تقوليش مش حجتك اصل الناس كلها بتعمل كده. العين جاي لي، ما هو دي معروفه، مش حاجه اسمها معروفه. زي ما قلت قبل كده في بوست، اي كلام انا اقوله او اي اكبر استاذ يقول اي كلام، لقيت في كلام علمي محترم في ساينس في ساينتفك محترم، دراسه محترمه بتكذب الكلام ده، ارمي بكلام الدكتور ده عرض الحائط وامشي ورا الكلام المحترم ده. انما بيبر منشوره مش عارف مجله ام احمد، كتاب ملوش مصدر، اراء شخصيه، حاجات تربينا عليها، ده ملوش قيمه يا دكتور. اتعلم من وانت صغير ان انت تبقى راجل ايفيدنس بيز. انا لو سافرت بره اي حد بره هيقول لك الكلام ده مكتوب فين؟ واتس يور ايفيدنس؟ ايه دليلك على الكلام اللي انت بتقوله ده؟ اصل احنا لقينا اصل الخبره اللي انت بتقوله ده اخر حاجه خالص في الايفيدنس بيز ميديسن، وشكلك مش هيبقى كويس ومش هيبقى ليك ثقه. يعني يا رب اكون قدرت افيدكم بالفيديو الاولاني ده. ان شاء الله في الفيديوهات الجايه باذن الله هحاول اعمل حاجات صغيره كده تسمعوها في السكه وانتوا في البريك في اي حته، حاجات تفيدكم. لو حد عنده اي سؤال او اوبجكشن او حاجه عكس اللي انا بقوله ممكن نستفيد كلنا مع بعض، يحطها في كومنت على الفيديو ده. وده الايميل بتاعي موجود عند حضراتكم لو حد عنده اي استفسار او اي حاجه، انا تحت امر حضراتكم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.